بداية منافسات هجن أصحاب السمو والشيوخ في سن اللقاية، ترحيبنا بسمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد الهيان في حضوره في أرضية هذا الميدان لمتابعة هذا السباق، ترحيبنا بالجميع إلى مقدمة الشوط حيث ينطلق ثاني أشواط هذا الصباح الخاص بالقعدان اللقاية لهجن أصحاب السمو والشيوخ مع هذه المنافسات الشيقة العملاقة وهذا التحدي الأصيل في منافسات اليوم. المقدمة والمركز الأول نتقدم إلى الأسد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب لدى سعيد بن عبيد الحميري. ياتي شاهين على المركز الثاني التابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي يتواجد هنا في المركز الثاني، شاهين كذلك في المركز الثالث لهجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. هملول ياتي على المركز الرابع ينضم في هذه اللحظات الى المركز الثالث لهجن الرياسة وبقيادة علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الخامس وصول من الشحوفة لهجن الشيحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز السادس الان الزعيم تعود ملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وبقيادة المضمر عوض بن مبارك المهيري، يتقدم المركز السادس، بينما المركز السابع شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير. المركز الثامن او السابع من الجانب الاخر يتقدم في هذه اللحظات ويسير هناك الفايز لهجن الشيحانية وبقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. المركز التاسع، المركز التاسع وصول من النخلي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن هزيم المسافري، بينما شاهين يحتل المركز العاشر لهجن الرياسة وبقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قادة الشاهينية في أول انطلاقات هذا اليوم، في أول انطلاقات هجن أصحاب السمو والشيوخ، حيث كانت الشاهينية على موعد مخطفة ناموس أول أشواطه اللقاية لهجن أصحاب السمو والشيوخ. عودة إلى المقدمة إلى الصراع الأول، لا زالت التحديات والانطلاقات بالمركز الأول يقودها هذا الزعيم من خلال هذه اللحظات. ها هو الأسد يتقدم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على قائمة استطلاع هذا الشوط بقيادته، بينما في التضمير سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثاني شاهين غير إلى مقدمة الشوط لهجن العاصفة، تقدم في هذه اللحظات إلى المركز الأول، يأتي هنا غياث الهلالي ليتابعه. كذلك في عملية التضمير هملول قادم لهجن الرياسة يتقدم كذلك مع قيادة المضمر علي بن يميل الوهيبي. شاهين يتقدم إلى المركز الرابع، وصل شاهين هجن الرياسة. ياتي المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم ليتصدر مشهد سباق هذا اليوم، بينما شاهين في المركز الخامس لهجن الرياسة، وياتي المضمر سلطان بن محمد الوهيبي محتلا المركز الخامس. الزعيم ياتي على سادس المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان المضمر عوض بن مبارك المهيري. الفايز قادم في المركز السادس من الجانب الاخر وسابع المراكز لهجن الشيحانية بقيادة جابر بن سالم بن فوران المري. المركز الثامن وصل هملول لهجن الرياسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. والمركز التاسع الان شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير. المركز العاشر هنا لهجن الشيحانية من خلال هذه اللحظات، من خلال هذه المنافسات مرسومة، بينما في التضمير العطية، العطية محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، للمراكز الحاضرة. بدأ الان الزحف نحو الصدارة، الزحف نحو المقدمة. 1400 متر
المستمر وهجن العاصفة هي المسيطرة، يقود شاهين هذا المسار، كذلك دعم لوجستي آخر بنفس الشعار شاهين لهجن العاصفة يحتل المركز الثاني مع المضمر غياث الهلالي، لكن الفايز قادم 1200 على خط النهاية، الفايز لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن شاهين هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري قادم يا سلام، شوف المنظر الرائع بين شعاراتي هذه المؤسسات العملاقة، عودة لشعار هجن الشحانية، مرسوم قادم لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية في المركز الثالث، أيضا في المركز الرابع، كذلك خامس المراكز هجن الشحانية تتواجد، ولكن عودة إلى شاهين هجن العاصفة، هجن الرياسة مسيطر بالمقدمة الحمر الخطر وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما هنا مرسوم لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، كذلك المركز الثالث لهجن الشحانية مع العطية يتواجد بثنائية، وبن زيتون مسيطر مع شاهين هجن الرياسة للمرة الثانية هجن الرياسة، كذلك للمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ما شاء الله عين الحسود فيها عود، ها هو شاهين يسيطر يحقق الانتصار لهجن الرياسة هجن الرياسة، هنا مشاهدين الكرام حمر خطر مجازفة ناجحة بكل المقاييس التراثية بكل المقاييس الرياضية، ثانينا لهجن الرياسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري للمرة الثانية على التوالي، المركز الثاني لهجن الشحانية، في المركز الثاني عفجان، المركز الثالث مرسوم، والمركز الرابع كذلك الفائز لهجن الشحانية، بينما في المركز الخامس عموما كان شوط مثير بالتحدي بالإثارة بالتنافس وبالقوة، ولكن هجن الرياسة كانت الأقرب لانتزاع هذا الناموس بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، الآن التوقيت على شاشة التلفزيون بقيادة هذا الأداء الجميل بسبع دقائق 20 ثانية، وبالوفاء والتمام والكمال ثاني لهجن الرياسة وللمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني، أو 26 بالوفاء والتمام المركز الثاني، هنا لحظات عفجان 7 دقائق 28 ثانية، 8 أجزاء من الثاني لهجن الشحانية وبقيادة محمد بن خالد العطية، كذلك مرسوم حل في المركز الثالث لهجن الشحانية وتوقيتها 7 دقائق 29 ثانية، جزئيني من الثانية، ثانينا والناموس لهجن الشحانية ولمحمد بن خالد العطية في أداء يحسب للجميع بالمشاركة والتحدي والتنافس بين هذه الأقطاب الرياضية المهمة.